أعزائي المشاهدين، برحب فيكم وحلقة جديدة من مطبخ منال العالم. الحلقات اللي احنا عم بنقدمها حاليا هي حلقات متخصصة بموضوع واحد. احنا اليوم حنعمل أطباق، كلها أطباق بودينج. نشوف مع بعض سوا الأفكار اللي عندنا وإيش ممكن تستفيدوا من هذه الحلقة. بودينج الخبز بالمربى، باكت خبز توست، كوب مربى حسب الرغبة، نصف كوب زبدة لينة، كوب جوز مجروش، كوب عسل أو سكر، 3 حبة كبيرة بيض، ملعقة صغيرة فانيليا سائلة، ملعقة صغيرة قرفة، و2 كوب حليب. أعزائي المشاهدين، طبق البودينج اللي حنعمله اليوم يعتبر من الأطباق اللذيذة الحلوة، سهل تنفيذه. احنا حنقترح عليكم تنفذوه بالتوست، ولكن إذا مش موجود ممكن نعطيكم أفكار أكثر للتجهيز. خلينا نستعرض مع بعض المكونات اللي حنحتاجها للطبق. طبعا أساسي عنا باكت من خبز التوست. كلمة باكت من خبز التوست يمكن كتير بتحيرنا، لأنه لما نروح على السوبر ماركت بنلاقي أنواع مختلفة من التوست وأحجام مختلفة، حتى العجينة بتبقى مختلفة. فهون بالنسبة لوصفتنا احنا بنعطيكم اقتراحات تقريبية. ما فينا نحدد مثلا، ما فينا نقول 12 شريحة توست، وصعب نقول مثلا 500 جرام توست، بيبقى صعب على بعض الأشخاص يحددوا بالكميات. فالأطباق اللي من النوعية هاي بتبقى مرنة، يعني أكتر أقل ساعات، أنت ممكن تزودي إشي تقليل إشي حسب ما حتشوفوا. الأطباق هذه تجهيزها كتير بسيط وسهل، وتعتبر أطباق مناسبة لعصرونية، لضيوف، للصبح، للفطور، ليوم جمعة قاعدة عصرية، يعني كتير تقدروا تستفيدوا من هذه الأطباق. والحلو أنه في طبق البودنج اللي حنعمله هلأ في عنا كتير برضو ابتكارات بالنسبة للطعم. إحنا حنحتاج لنعطيه طعم اليوم مربى مشمش مثلا، ولكن إذا حبيت أحط مربى فراولة ممكن أحط مربى أناناس، ممكن أحط مربى برتقال، يعني أي نوع مربى أنتوا حابين تستعملوه. برضو كمية المربى تقريبية، ما بقدر أحددها 100%. عندي إضافة أخرى اللي هي المكسرات. أنا عندي هون جوز مجروش، ممكن إذا حبيتوا تستعملوا البندق، ممكن تستعملوا الفول السوداني، شرائح اللوز تبقى مش هتحتاجوا تجرشوها على طول، ترشوها ما بين طبقات البودينج. الفستق الحلبي بيبقى لذيذ، ممكن تدخلوا مثلا إضافات أخرى، شوية جوز هند، شوية زبيب. هذه كلها اقتراحات بتقدروا تغيروا وتضيفوا التست اللي أنتوا بتحبوه بالنسبة للبودينج. هحتاج حليب وهحتاج بيض، ونبتدي نجهز وصفتنا. الطبق اللي حعمله اليوم، دائما ست البيت تكون عاملة حسابها وتخطط طريقة التقديم لأي طبق إحنا بنجهزه. الوصفة البودنج اللي هتنعمل اليوم لازم تنعمل في طبق يطلع على السفرة على طول، فما بقدر أعملها بصينية، تبقى صينية ما بتتقدم على الطاولة لأنه ما بينشال من الطبق. في بعض الأصناف بنحطها في صينية وبعدين بنحطها في طبق تقديم، هذا لا، بدنا نعمل حسابنا إنه الطبق على طول يبقى جاهز للتقديم. فهون بنسميها هذه أطباق فرن، مهما اختلف النوع، مهما اختلف التصميم، مهما اختلفت المقاسات، بتقدروا تختاروا الشيء المناسب. أنا بعطيكم تقريبا الحجم المتوسط بالنسبة للوصفة اللي حنعملها اليوم، ونحتاج طبق اللي بنسميه هذا المقاس المتوسط عادة، هيك بنسميه، في الأصغر وفي الأكبر. هذا تقريبا 13 في 9 بوصة، حنخليه جنبنا ونشوف خطوتنا التالية. خطوتنا التالية تجهيز التوست، ولكن خلينا نشوف إيش بدنا نعمل بالنسبة للتوست. الحواف البنية هذه بتبقى شوي، مش هي شكلا مش لذيذة، بس بتعطيني طعم كتير قوي، فإحنا ممكن نتخلص منها. نشوف كيف نتخلص منها، وبنفس الوقت إحنا ممكن ما نرميها، طبعا نستفيد منها بعمل أي بقسماط أو نحمصها ونستعملها لأي استعمال آخر. نبتدي بس نشيل هالحواف، نحط قطع التوست سوا مع بعضها ونقصها بالطريقة هاي. برضو ساعات بتبقى ناشفة، فهيك أنا بتأكد إنه كل التوست عندي ناعم. ممكن ناخد طبق، خلي هذه جملة شوي عشان تقدروا تشوفوا.
حنحط هالشرائح هذه تاني على جنب مش حنشتغل فيها هلأ، وبرضو نقطع بقية المجموعة بنفس الطريقة. الأطباق هذه لذيذة للصبايا يفوتوا يعملوها، ما بتاخد وقت، والشباب كمان. أعزائي المشاهدين دائما بدنا الشباب يدخلوا المطبخ مع والدتهم ويساعدوا، لأنه هذه مسؤولية. بكرة بتروحوا على الجامعة بتلاقوا حالكم بدكم تتعلموا بعض الوصفات الخفيفة، فادخلوا من هلأ مع أخواتكم والوالدة إلى المطبخ. لما بستعمل السكين المنشرية بتسهل لي كتير تقطيع الخبز. نشيل برضو هالقطع هاي، بطلع لنا قطعتين برضو نتخلص من هالحواف بنفس الطريقة. طبعا بنلاحظ انه حجم قطعة التوست هلأ قصر شوي او قل شوي عشان احنا شلنا الحواف. نبتدي نشوف خطوتنا التالية. هحط قطعة من المات قدامي على الكاونتر تساعدني شوي في الشغل، وأبتدي أوزع قطع التوست بهالطريقة. طبعا أنا بعمل الخطوة هاي بس لسهولة الشغل، هنشوف هلأ عشان بدي أوزع عليهم الزبدة والمربى، فبدل ما أمسك واحدة واحدة وأتغلب هذه الطريقة بتبقى أسهل لكم كتير. نحتاج هلأ نوزع الزبدة. الزبدة عندي هون لينة، ببتدي أوزع طبقة خفيفة من الزبدة على قطع التوست بهالطريقة. ممكن تستعملوا مارجرين إذا حبيتوا. الزبدة لازم تكون لينة بدرجة الحرارة العادية، ما نسيحها. إذا سيحناها حنلاحظ إنه التوست هيحتاج كمية كبيرة من الزبدة، احنا مجرد مسحة خفيفة بهالطريقة. بتعطيني طعم وبنفس الوقت بتليني قطع التوست. هلأ لما حتذوقوا طعمه فعلا حتحسوا انه شيء مميز جدا. الوصفات هاي بتبقى كمان مناسبة جدا لو عندك توست قديم ما حتستعمليه تاني، بتقدري تحوليه لطبق لذيذ في منتهى البساطة. نبتدي نشوف خطوتنا التالية. حوزع المربى برضو على قطع التوست. نحرك المربى شوي هيك عشان يصير لين، بصير سهل علينا نتعامل معه. لاحظوا كيف مجرد ما خفقته، مش خفقته، قلبته شوي. الصبايا الصغار البنوتات هيك وصفات بتبقى كتير لطيفة انهم يعملوها مع ماما. زي ما قلنا احنا قصدنا المشاركة في المطبخ مش طبيعة الوصفة اللي عم نعملها، اكتر من انه احنا بدنا يكون الاسرة عم توقف سوا في المطبخ، بتعطي مجال كتير لعلاقات حلوة. يبقى بنوزع اي نوع مربى انتو حابينه على قطع التوست بالطريقة هاي. ببتدي هلأ شوي شوي أوزع أو أفرد طبقة المربى مع بعضها. طبعا حركة سريعة ما بتأخذ منكم أي مجهود، ونكمل هالخطوات. خطوتنا التالية، رشة من القرفة هتعطيني طعم كتير لطيف، رشة خفيفة خالص. ممكن إذا بتحبوا الهيل شوية زعفران حسب الفواكه اللي بتحبوها اللي بالمربى اللي حطينه وحسب الطعم اللي انتو عايزينه. طبعا احنا عنا هلأ الجوز مش حضيفه هلأ لأنه لو ضفته ممكن يوقع معي، حضيفه مباشرة على الطبق. فحنجيب الطبق نحطه قدامنا بالطريقة هاي، ونبتدي نحط شريحة من التوست حسب حجم الطبق اللي عندكم، ما تغلبوا حالكم يعني بالمقاسات. حنوزع هلأ طبقة من المكسرات اللي انتو بتحبوها. ناخد طبقة تانية. ممكن نحط 2.5 هيك شوي تكفينا اكتر.
بقية الطبقات بهالطريقة. وطبعا كمية وفيرة من الجوز، احنا عم بنقول حوالي 1 كوب، فيكم تكتروا تقللوا حسب ما بتحبوا، بس طبعا الجوز طعمه كتير حيبقى لطيف مع هذه الوصفة. يبقى احنا خلصنا المرحلة الأولى من تجهيز الطبق، خلينا نجهز المرحلة الثانية. أعزائي المشاهدين، خطوتنا التالية لتجهيز الخلطة اللي هنضيفها على التوست عبارة عن الحليب وشوية فانيليا والسكر. وعلى فكرة احنا ذكرنا في المقادير إما تستعملوا السكر أو إذا حبيتوا العسل اللي موجود عندكم تقدروا تستعملوه. ححط الحليب وملعقة صغيرة من الفانيليا. ممكن مثلا تقولوا لي منال احنا ما حابين طعم ماء الورد، ماء الزهر معاه بيمشي الحال، اي اقتراح انتم حابينه. نسبة السكر حسب ما انتم برضو بترغبوا، فيكم تقللوا او تكتروا حسب الطعم. هضيف 3 بيضات، يفضل نكسر بيضة بيضة، هالمكونات مجرد اني فقط حقلبها لغاية ما تختلط، ولا مضرب ولا خلاط ولا اشي، مضرب يدوي او اذا حبيتوا تستعملوا شوكة بمشي الحال. نخلط كويس لغاية ما السكر كله يتوزع عندي مع البيض بهالطريقة هاي. موضوع كتير بسيط. هبتدي أصب هالخليط على التوست، ولكن طبعا بحرص عشان أحافظ على الترتيب اللي أنا عملته. نصب على كافة الجوانب عشان يتوزع عندي كويس ببطء شديد خالص. البودنج عندي هلأ أصبح جاهز، ولكن مش للفرن، مش هدخله الفرن هلأ، بدكم تطولوا بالكم معانا شوي. البودنج لابد أسيبه لبضع دقائق، حوالي 10 دقائق، لغاية ما يتشرب السوائل اللي احنا حطيناها، بصرف النظر عن نوع الخبز او نوع السوائل. اذا دخلته الفرن على طول بيبتدي يتماسك عندي طبعا البيض، فما بصير مجال انه يتشرب. هضغط عليه ضغطة خفيفة لغاية ما احس انه التوست اخذ كل كمية الحليب والبيض، ونشوف خطوتنا التالية. خطوتنا التالية اللي هي وضع طبق البودينج بالفرن، ففي عنا ملاحظة لطيفة جدا عايزة أذكر لكم إياها. بيمشي الحال لو أنا حطيت الطبق بالشكل هذا، ما بقولكم لا، في بعض الأوقات بنعملها وبيمشي الحال، ولكن عشان أحصل على بودينج طعمه أطيب لابد أنه ينطبخ شوي شوي. إذا أنتم مستعجلين دخلوه هيك، إذا عندكم وقت يفضل أنه إحنا نخبز البودينج على حمام مي زي ما بنعمل بالكريم كراميل. تذكروا كيف الكريم كراميل بنحطه على الطبق، بنحطه في صينية تانية أكبر شوي. أنا عندي هذه الصينية، ببتدي بحط الطبق بداخل الصينية بالطريقة هاي، وأصب بعض الماء. الماء لازم تكون بارتفاع نصف طبق الفرن، يعني بضلني أصب ماء لغاية ما توصل الماء لارتفاع نصف الطبق اللي فيه البودينج. هيك البودينج عندي جاهز يدخل الفرن على درجة حرارة 180، بتخلوه لحوالي نص ساعة لغاية ما تحسوا انه تماسك واخذ لون ذهبي لطيف. طبعا كل مرة حيطلع معكم مختلف حسب الطبق اللي انتم بتحطوه وحسب الحشوة. احنا بنقدم هون فكرة ان شاء الله تكون عجبتكم. قطعنا جوانب التوست، مسحناه بطبقة خفيفة من الزبدة، وزعنا المربى والجوز، خلطنا الحليب مع البيض والسكر وأضفنا إلى التوست ودخلنا الفرن.
خبز بالمربى، باكت خبز توست، كوب مربى حسب الرغبة، نصف كوب زبدة لينة، كوب جوز مجروش، كوب عسل أو سكر، 3 حبة كبيرة بيض، ملعقة صغيرة فانيليا سائلة، ملعقة صغيرة قرفة، و2 كوب حليب.